السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم فهمني ومع برنامج أخبار تهمك. والنهاردة هنتكلم على توزيع درجات مادة الكيمياء للصف الثالث الثانوي. طبعا العضوية اتحذف منها أجزاء كثيرة، فبدل ما كان عليها ما يقرب من نص الدرجات أو أكتر من التلت بقي عليها 10 درجات بس، زي واضح عندكم في الجدول اللي قدامكم ده. عندك الباب الأول بقى عليه 12 درجة، الباب الثاني عليه 12 درجة طبعا زادوا عن الأول، الباب الثالث والرابع بقى عليهم 13 درجة، والباب الخامس اللي هو العضوية بقى عليه 10 درجات بس. وبالتالي الموضوع اختلف عن الأول، فياريت الناس تذاكر وتخلي بالها من توزيع الدرجات دي علشان تعرف كل باب عليه ايه مقدار في الامتحان، وازاي تخلي بالك من الأبواب اللي هي عليها درجات كتير والأبواب اللي عليها درجات أقل. شكرا لكم على حسن الاستماع، وتابعونا في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.